أما الآن فإلى الفقرة الثانية، وهي قصيدة ولائية للشاعر فيصل الشيخ، فليتفضل مصحوبا بالصلاة على محمد وآل محمد. فاطمة عندي قضية اعتقاد، هي أم حسين وهي أم النبي. فاطمة الزهرة قضية اعتقاد، هي أم حسين وهي أم النبي. ولنها زوجة حيدرة أخذ المفاد، هي ساس الدين وبذرة مذهبي. لولا فاطم ماكو ثورة تستفاد، وماكو عدنا هالحجاب الزينبي. صلى على محمد. صلى على محمد. الأخوة الحضور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، متباركين والله يتقبل أعمالنا وأعمالكم إن شاء الله. قريت أول حروف وبان، حاء لي حلو شكله يشيع وكان حالي. قريت أول حروف وبان، حاء لي حلو شكله يشيع وكان حالي. وكفاني الحاء من نوزان، حالي عسل شيرة بلساني. للمنية عباس كيف أوصفه، عند الفضل بل فضل، وبفضال مد الجنح وتحت الجنح بل فضل. وبالغيرة هو ثقل وتشفل رجح بالفضل، وقت المعارة جبل ثابت وقت باسها. وفرحانة كانت عدة ومن جالها باسها، ويا المعارة عشق هايم بها وباسها. ستر الوديعة علم رف باسم بالفضل. صلوات. نورك بهذا اليوم شعشع يا سجاد، وهنينا آل البيت أهلك الأجواد. جينا بفرح وشموع ويانا الحشود، يا منور الأنوار يا مكثر سجود. يلي حملت أخلاق زود ورسالة، وشفناها للعداء تبدي العدالة. يممت شعري إلى أرض البقيع وقد أسرجت دمعي على شعري ووجناتي. يممت والدمع لماح لخارطتي، يجري كسيل على جرف المسافات. والريح تعزف لي من تربهم، طربت بالآل مذعجنت غنت مساماتي. فالسيل والريح مرآة لبوصلتي، إذ عاونتني على سن اتجاهاتي. يا للجمال ويا للترب من عبق، منه الورود غدت أزكى الزكيات. بعض الرجال علوا جراء عمتهم، بعض الرجال علوا من فضل عمتهم، لكنهم شرفوا كل العمامات. مذ هدموا قببا ما استنقصوا شرفا، مذ هدموا قببا ما استنقصوا رتبا. مهما القبور بقت دون المنارات. طال الفراق وقد طال القصيد، ولم أسطع كما كنت عن إكمال أبياتي. آه تجرجر آهات بأوردتي، يا ليتها لو تكن سلوان آهاتي. حتى القصيدة لي مالت محدثة،
يا ناظمي قربت مني منياتي أوجز جزاك الذي كل الوجود له قد حان يا ناظمي ورد ابتهالاتي أطلقتها طائرا من عمق أوعيتي بللتها أدمعا تفضي اشتياقاتي حطت على تربهم تفضي الدموع أسا جنحين قد رفرفت تبدي تحياتي هامت حروفي على قبر حوى قمرا ضوى البقيع ببحر من كراماتي أعني الكريم يدا من صلب حيدرة سبط الرسول الذي فيه افتتاناتي من بعده ذهبت ترن الوصال بمن فيه المديح حلت كل القصيدات فهو الذي تعرف البطحاء وطأته والبيت يعرفه عند المناجات للباقر اعتنقت من شوقها ورنت تبدي النحيب بأسراب الحمامات لا تنس جعفر منه العلوم رقت وهو الإمام الذي أرسى هداياتي حطت على تربه تبكيه من فرح ثم اشتفت أحرفي من طين مولاتي أم الحسين التي أضحت مغيبة لكنها انتشلت بوحي وأناتي لما اشتفت أحرفي من طيبهم شرفا خاطبتها بعدما فاضت مسراتي فقلت هيا ارجعي يا نطفة الوجع قالت على تربهم صارت نهاياتي يا ليته مثلها فوق الصعيد قضى عمري على أرضهم يا ليت ذراتي تذرى على تربهم تعسن لعاذلهم مهما رمى تهما يبغي ملاماتي ويح الذي لامني جهلا لمعتقدي باق على مذهبي رغم الحماقات لا الدين ديني ولم أحدث به بدعا ديني من الله لا محض افتراضاتي أدعو بقلب سلا من فرط ما فجع يرنو الوصال فقد طالت معاناتي طوس وذي كربلا عنهم فلا حولا إذ أنهم أصبحوا أحلى محطاتي أرض البقيع بها صيغت حكاياتي صلى الإله على تلك المقامات. أنا شيعي وما أغير مذهبي وأنا شوكة في عيون الناصبي أنظم الأشعار لا للطالبي وارضي آل البيت هذا مطلبي من شمال جنوب شرق ومغربي ما يهم من تجنبي ولا عربي حتى هذا الحفل يصبح موجبي صلب على الصوت لو قلت النبي